تواصل هطول الأمطار وانتهاء العمر الافتراضي وزيادة الحركة عليها جميعها عوامل سرعت من تهالك الطرق والجسور في محافظة أبين، الأمر الذي يهدد حياة المواطنين والمسافرين على حد سواء. تقع أبين على خط دولي يربط شرق البلاد بقربها، وباتت الحركة التجارية تتضاعف يوما بعد الآخر، والطرق والجسور فيها لم تطرأ عليها أي صيانة أو تجديد منذ إنشائها قبل عشرات السنين. يعد الطريق اليوم الرئيسي إلى منفذ السعودية ويمر فيه في محافظة أبين، ومنها مديرية لودر ومديرية مودية، والتي دائما ما تتأثر من أثر السيول التي دائما ما تعطل حركة السير، والجسور أصبحت متهالكة. كل من يلاحظ الطرق والجسور محافظة أبين يرى أن الأوضاع متهالكة في الجسور والطرق. منذ 2006 لم تشهد المحافظة أي مشروع في الجسور والطرق في المحافظة، وهذه الطرق تمر عليها العديد من الشاحنات الكبيرة والتي أدت إلى تهالك الطرق. جسر مليحة نموذج للجسور التي يعيش فترته الأخيرة، وهو أحد أهم الجسور الحيوية في المحافظة، وتم تشييده في ثمانينيات القرن الماضي بدعم صيني. يعاني هذا الجسر اليوم من تهالك أجزاء منه ما ينذر بانهياره، وذلك لعدم صيانته منذ تشييده، إضافة إلى تحول مسار الشاحنات بعد الحرب لتمر معظمها عبره. نناشد الأخوة في السلطة المحلية في المحافظة، وأيضا الأخ وزير الأشغال والطرق، على الإسراع إلى ترميم والحفاظ على الجسور المتضررة الآن من السيول، وخاصة الجسر المهم وهو يعتبر دولي، جسر مليحة. يطالب المواطنون في أبين الحكومة وصندوق صيانة الطرق والجسور بالتدخل العاجل وإعادة تأهيل الطرق والجسور وإعطاء المحافظة نصيبها من المشاريع أسوة بباقي المحافظات. حيدر أحمد، قناة المهرية، محافظة أبين.